بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. تشرف اليوم بلقاء الزملاء. قلت الزملاء لأنني كنت من أهل الصحافة في وقت غير بعيد. نرحب بكم اسم رئيس الفريق وباسم خاص. مرحبا بكم، تفضلوا عن الأسئلة تاعكم. شنو كان غاطني مرتين جميع عامة؟ وشنو السبب اللي كان؟ السبب الرئيسي هو عدم اكتمال النصاب، شيء بديهي. احنا بعثنا دعوات عن طريق الواتساب وعن طريق الايميل، لكن سوء الحظ ما كانش هناك تجاوب. اذا تقرر الغاء الجمعيه وتأجيلها إلى يوم 10 ديسمبر، أين ستكون إرسال الدعوات بطريقة مغايرة، ولنتأكد بأن الدعوات وصلت إلى الأشخاص المعنيين. كممثل الإدارة، ما هي الأسباب التي تخليهم يجوش ثاني مرة على التوالي؟ يا أخي ياسين، السؤال هذا لازم هما يجاوبوا عليه. احنا كنا نتمناو حقيقة، انا شخصيا كنت نتمنى انه تكون على الاقل نصف الجمعية اليوم اللي تلقى، لان الحلول تجي مع النقاش، ما تجيش هكا مسمع. احنا في الميدان، احنا نعملو، احنا نشاورو، لكن ما عندناش كما قال لك، ما احناش معصومين. نجمو نكونو ارتكبنا اخطاء، نجمو صح كما نقول لك، لا بوليتيك دو لا شيز فيد عمرها ولا اتت بجديه ولا بنتائج. انا نشوف اللي مره الثانيه قاعة بكل صراحه قاعة فارغه تماما. شفنا رئيس واحد هو رئيس جباري اللي يحضر اليوم، ونشوف المساهمين ولا واحد حضر معنا هنايا. واش الاجراءات اللي غادي تاخذها؟ احنا ماذا بينا السلطات هي تاخذ هذه الاجراءات؟ واش تقولنا في حق هاد المساهمين اللي ما بغاوش يتحدوا ويعاونوا في مدينة وهران؟ والله هذا واش نقول لك، هذا ستان كونستا العام الخاص داره. المساهمين غائبين، كل واحد والحجه تاعه معاه. كان اللي غير مقتنع، كان اللي شكك في الاداره، كان التشكيك بين الصحة، كان حقيقة ما نقدروش نتخباو عليها، أنه الفريق كان رجل واحد رئيسية فيه. ملي نقول تسير على جميع الأصعدة، تصعد على الصعيد المالي، على الصعيد اللوجستيكي، على الصعيد المعنوي. هذا شيء ما نظنش يخدم الفريق، وغير شيء غير مقبول. إذن على المساهمين، بغض النظر الاختلافات، لازم على الأقل أنهم يجيوا هنايا ويتكلموا الوجه في الوجه، واش كاين، ويساعدوا الفريق، لأنه لو بوان دورغ في هذه الحكاية سي الفريق. إكس و إيكغيك ماشي هما اللي مضرين، اللي يضرر هو الفريق. حقيقة لحد الآن أن جباري وحده هو اللي راه يسير في الفريق، ما لقاش يد المساعدة. دونك هذا هو، لازم الزاكسيونير هادو لازم يتقدموا، بغض النظر أونكور أون فوا، بغض النظر الاختلافات التي يواجهوها، مي لازم يبانوا الفريق راه في مرحلة فريمون صعيبة. نتائج حقيقة ما نخبيوش كما قال لك الشوز بالغربان، نتائج راهي مليحة حقيقة، بصح رحنا على كما قال لك حافة شافة حفرتين. الفريق راهي تهضر، الفريق راهي يهود الأرض. أنا نشوفه رئيس واحد، نشوفه غير جباري وحده يتحمل هذه المسؤولية. بورتون كاين مساهمين وراهم غايبين على الفريق، اللي ما يتحملش المسؤولية ينجم ينسحب يخليها لواحد اخرين. هاد الامور هادي لازم وين نحكيوها في جمعيه عامه، وجمعيه عامه لازم لها حضور. هادي ماشي انا ولا جباري وحده هو اللي قرر، لانها شركه ذات اسهم. بصح لازم يجي واحد الوقت وين
نحطوا هذا السؤال فوق الطاوله، الى متى نكملوا بهذه الطريقه هذه؟ هذه قلتها لك ونعاودها، لا بوليتيك دو لا شيز فيد ما عندها حتى نتيجه. ما نقدروش دروك، انا نقولها نداء الى الجميع، نداء الى الجميع، الفريق راه في وضعيه حرجه. ما اونكور فوا هاد النتائج اللي راحنا نتكلموا عليهم، ما نتائج نوعا ما ايجابيه، واللي خرجت الفريق من هذيك القوقعه اللي كان فيها في بدايه الموسم، ما نظنش ان غادي نقدروا نزيدوا نكملوا على هذه الوتيره اذا ما كانش هناك جديد. وما وجديد راكم تعرفوا واش راني معني، كاين لاعبين مازال ما خلصوش، مدربين مازال ما خلصوش لحد الان. المنح الرئيس هو اللي، رئيس جباري هو اللي راه يعطيها لي ديبلاسمون، سي لو بريزيدون اللي راه كي لي زاسور، مي جوسكا كون. دونك الناس لازم تفهم، لي زاكسيونير دوار كومبروند كو سي لو مومون دو ميتر لا مان دون لا مان اي دافونسي او دو بروبوزي دي سوليسيون. المساهمين هي واش غادي نقول لك، حنا اولا بادئ بالبدء غادي نعاودو نوجهو دعوات، لكن هاد المرة حنا باش ما نسبو الامور، انما حنا راني جايك بالمنهجية. دروك حنا شفنا هادي الطريقة العصرية تاع واتساب والايميل، ما فيهاش جدو، ما فيهاش يونيفيكاسيتي. دروك غادي نوجهو دعوات بطريقة أخرى، طريقة تقليدية. وين يكون وصل استلام، يكون وصل الاستلام ونكونوا متأكدين باللي الشخص فلان ولا المساهم فلان عفوا الدعوة جات عنده. من موراها إذا حتى واحد ما جا كيما اليوم، فورسيمون يبغى فالور ديسيدي اوتخ شوز. دونك مي بطريقة قانونية، كاين محافظ حسابات، كاين دي جون دو روا اللي لازم يجيو نستشروهم، باسكو ما غاديش تجي نتايا اليوم هكذا تقلع اكس و ايكغيك، ما تقدرش. كان قانون، كان الشركة هذه مسيرة ب لو كود دو كوميرس، دونك يا دي روا، دونك اون بو با بالي كوم سا دان روفير دو مان، مي يفا فالوار سو بونشي سور لا كيسيون. دروك المساهم اللي ما يفيدش هذه الشركة، السؤال مطروح. شفنا بلي بعيدا عن ضمن كان في اربع تقرير بدينا على الساعه الاولى. دونك انا شخصيا ما كانش اعتراض من الطاقم الفني على توقيت المباراه، شخصيا لم اتلقى اي اعتراض على هذا التوقيت. احنا سنتأقلم، نتأقلم مع البرمجة التي فرضت علينا، وان شاء الله احنا المهم على الساعة الثانية ولا على الساعة السادسة ولا على الساعة الثامنة، المهم التأهل ان شاء الله. اهم النقاط اللي تطرقتوا لها في الجزء، اهم النقاط اللي كانت مقترحة هي الوضعية المالية. ما يخفاكش اخي انه لحد الان اللاعبين ما داروش المستحقات تاعهم من بدايه السنه الجاريه، وكان بودنا ثاني كنقدموا حصيله تاع الحصيله الماليه اللي امتدت من فبراير 2022 او قبل فبراير، نقولوا احنا من ديسمبر 21 الى نهايه الموسم. بغينا نعطيو حوصله تاع السير الماليه، ما نقدرش نسميها حاصله خاطر السنه الماليه مازال ما كتملتش، تكمل في ديسمبر 2022. لكن حنا بغينا نعطيو المشاركين والمساهمين نظره على الامور اللي جرات هذا الموسم. شكرا.